عشان احترام المعلم اولا، ورفع درجة المعلم من الكفاءة، ورفع الحد لأدنى الأجور. ليه المعلم في أدنى درجات من المرتبات؟ ليه مرتبه 27 سنة بياخد 1000 جنيه؟ وعدونا بالحد الأدنى للأجور 1/7 700 جنيه و8 كحد أدنى، جه 1/7 لم نزد شيئا، المرتب هو 350 جنيه. اللي خلانا نصعد اعتصامنا ونيجي هنا والإضراب إن الوزير بيقلب علينا أولياء الأمور، بيقول أنا أرجو من المعلمين إنهم يفضوا اعتصامهم عشان ده هيحطهم في مواجهة مع ولي الأمر والطالب. يعني بعبارة صحيحة بيقول لولي الأمر تعامل أنت مع المدرس. في حلوان كان فيه ضرب نار، عندنا في طنطا في مدرسة اليوم في مدرسة الإصلاح الجديدة في طنطا الأمن اقتحم المدرسة.